ما الفرق بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد في علم الأصول؟ العام هذا في الأعيان، في الأعيان، وأما المطلق فهو في الأوصاف، المطلق في الأوصاف والعام في الأعيان، هذا الفرق بينهم. إيش؟ والخاص والمقيد. نعم، المطلق هو في الأوصاف، والمقيد هو المقيد بصفة، مثل قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هذه مطلقة في كل أي رقبة يعني، لكن جاء في الآية الأخرى فتحرير رقبة مؤمنة، فتقيد المطلقة في بالمؤمنة، قوله تحرير رقبة هذا مطلق يقيد بقوله تحرير رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق على المقيد.